انا حدا ذاكرتي كثير قصيره، فبقعد بساله انت شو كان اسمك وانت شو كان اسمك، وما بحاول اتذكر الاشياء اللي ممكن انه هي تعمل لي تجاعيد وتخليني ابكي وتزعلني وتقهرني. امي الله يخلي لكم امهاتكم بتقلي انت بارده وردات فعلك بارده. بعتمد شوي على الاكل النظيف، يعني الاكل الصحي، بدخن خفيف كتير كتير كتير. يعني مدام عبير، انتي كنتي اذا فينا نقول فتاة احلام جيل التسعينات وقت كنتي مع استاذ ياسر العزمة والطير وهدول المسلسلات، كيف قدرت عبير شمس الدين لهلأ تحافظ على نفس الجمال واطلالت على الشاشة ما تغيرت بوقت اللي عم نشوف فيه كتير فنانات تغيرت اطلالتهم؟ هلأ شوفي، في مجموعة اشياء يمكن مشان ما كذب عليكي. أنا حدا أطول بقولها لأنه بطلع هبلة، أنا حدا ذاكرتي كتير قصيرة، ما بحمل بقلبي شيء ولا بمخي شيء، يعني ما بحمل بعقلي شيء، يعني أي شيء بيصير قدامي بعد شوي بنساه، وحتى بشوف الأشخاص بعد شوي بنساهم، فبقعد بسأله أنت شو كان اسمك وأنت شو كان اسمك. هو مو نوع من اللالو، هو لالو غباء ولا له قلة التركيز، هو نوع من 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 قدرة أنا عندي إياها إنه أنا أعملها بالحياة، وإلا أنا بتذكر الشغلات اللي صارت معي أنا عمري 3 سنين مثلاً باليوم بالتاريخ وبالساعة لما بقصد. فأنا عندي قدرة على شغلة واحدة، إنه أنا بلحظة بقدر بعيش بذاكرة ممحية نهائياً، وما بحاول أتذكر الأشياء اللي ممكن إنه هي تعمل لي تجاعيد وتخليني أبكي وتزعلني وتقهرني، ودائماً بتكل على رب العالمين بكل شيء، ولا أنتظر أي شيء من أي أحد، ولا أعتب على أحد، ولا مثلا عندي مشكله مع اي حدا، يعني بيحكوا علي بيطلعوا اشاعات بالعكس. يعني امي الله يخلي لكم امهاتكم بتقلي انت بارده وردات فعلك بارده، انا مالي بارده، انا متعايشه، عرفتي شو؟ فبحس انه الحياه ابسط بكثير من انه يعني عرفتي انه انا بدي افكر بفلان وفلان شو عم بقول، ما انا ما عندي وقت حقيقه، انا ما عندي وقت. ثاني شيء انا بعتمد شوي على الاكل النظيف، يعني الاكل الصحي، مع أنه للأسف أنا مدخنة بس مالي مدخنة شرسة، أنا بدخن خفيف كتير كتير كتير، يعني مثل اللي بيوصفوا دكاترة القلبية. إيه بس بنام منيح، يمكن بنام بالليل منيح، يعني بلعب رياضة شوي، متبع شوية شغلات أنه ممكن تخليكيها نوعا ما محافظة على حالك. طيب مع أنه أنت قلتي والدتك تقول لك أنت باردة شوي، أكتر شيء ممكن يستفزك شو هو؟ أي شيء ممكن يستفزني؟ هلأ طبعاً في مواقف بالحياة ما فيك إنك تتخطيها، وخاصة إذا كانت مواقف تتعلق بظلم ولا ب يعني بالشيء اللي له علاقة بالبشر الحقيقة، وحتى أحياناً ممكن مع بالحيوان، يمكن عرفتي يعني أي موقف مزعج هو رح يستفزني، بس يمكن طريقة التعبير بتختلف. يعني أنا يمكن ما بعصب، يمكن أو بعرف حول الإنسان اللي قدامي من إنسان مثلاً عم بيعمل هذا الخطأ وهو فخور فيه لحدا ممكن يعتذر عنه أو يحس بالندم، يعني عرفتي ما هي طريقة التعاطي، يعني عرفتي شو؟ يعني إذا لقيتي حدا عم يعيط كثير بدك تعيطي معه فأنتوا 2 جنيتوا، أما لما يعني يمكن هي سياسة حياة ما بعرف، أحيانا بتزبط أحيانا ما بتزبط.